للأسبوع الثالث على التوالي تشهد مدينة زنجبار بأبين وقفات احتجاجية تندد بتردي الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي المتواصل بشكل شبه تام. هذا وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعا لها الناشطون في محافظة أبين، مطالبين بتحسين الخدمات ورحيل رموز الفساد المتربعين على رأس هرم السلطة المحلية وانتشار الفساد بشكل لا يحتمل حسب وصفهم، والذي انعكس تأثيره سلبيا على الأوضاع المعيشية لسكان المحافظة.